أبطال يقاتلون الإرهاب، وشعب بكافة أطيافه يدعمهم ويبارك هذه التضحيات. هكذا كانت الصورة واضحة من دون رتوش ترد على الذين يحاولون التصيد بالماء العكر في مؤتمر أقامه مكتب تيار الإصلاح الوطني بمحافظة البصرة. هذا المهرجان هو يوضح إنجازات وانتصارات الحشد الشعبي ورسالته للعالم أجمع بعد ما نطق والدبلوماسية العراقية بأن الحشد الشعبي هو من حفظ كرامة العرب، والحشد الشعبي هو جاء نتيجة استجابة لفتوى المرجعية الدينية في النجف الأشرف المتمثلة بالسيد السيستاني. الحديث صار واضحا بعد أن بات الانتصار يلوح في الأفق القريب، وهو من ينكر فضل أبطال الحشد المقدس في دحر داعش فليتفضل بالصمت حتى تطهير آخر شبر من هذه الأرض المقدسة ويعود إلى أراضيه. يعني قد نخطئ إذا سميناهم الساسة، وإنما هؤلاء مرتزقة، فأعتقد هؤلاء الأفضل لهم السكوت في الوقت الحاضر لحين استكمال تحرير أراضيهم وتسليمها لهم من قبل الحشد الشعبي. لولا الحشد الآن لتهدمت مساجد ولتحطمت بيع، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: الحشد الشعبي لا يمثل طائفة ولا مذهبا ولا دين، وإنما يمثل العراقيين. لأنه من الغريب جدا الذي يدافع عن بلده يصبح إرهابي، والذي يأتي من البلدان الأخرى بلدان الخليج وما شابه ذلك يصنف اليوم من هم الإرهابيين. أمهات الشهداء ما يزال عزمهن بأوج عطائه لهذا الوطن الجريح في التصدي إلى الهجمة الوحشية التي يتعرض لها، مؤكدات أن النصر قريب وستبقى راية العراق خفاقة. ما أريد أي شيء، وأنا قلت لك فخورة بابني، ولو عندي بعد ولد شهميا مثل ما تقول فدوى لأهل البيت، لأن هم راحوا على سيرة ومذهب أهل البيت، يعني داعش طب يخرب، ومثل ما تقول وباء الفساد ووباء لهواي أمور. حشدنا كرامتنا، تحت هذا الشعار اجتمع البصريون اليوم بكافة أطيافهم لدعم أبطال الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وليبثوا رسالة للعالم أجمع تؤكد مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أرض العراق. خالد السلامة، لقناة بلادي، البصرة.